عالم جديد ومثير يتكشف، متألق بالرؤية والابتكار. شركة مبيعات مباشرة راسخة ومتخصصة في التسويق متعدد المستويات MLM، وموجودة في 13 بلدا، وسجل تتبع يتسم بالثقة لمدة 10 سنوات رائعة لتحقيق هذا الهدف. ستكسر شركة Alliance in Motion Global الحواجز مرة أخرى وتتحدى القواعد وتخلق موجات في مجال الرعاية الصحية. يمكن أن يعيش فيروس الإنفلونزا لمدة تصل إلى 12 ساعة على القماش والأنسجة. أصيب 8098 شخصا بمرض سارس حول العالم أثناء تفشي هذا الوباء في عام 2003. تم الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا في 21 بلدا منذ عام 2012. يمكن أن تنتقل عدسة شخص مسافة قدرها 15 قدما. يسعى 20% من المسافرين إلى الحصول على العناية الطبية من عدوى الجهاز التنفسي بعد الرحلات. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما بين 3 و5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يصابون بالإنفلونزا كل عام. تكلف صناعة المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات والبكتيريا مليارات الدولارات. يؤدي الاتصال الوثيق بالمرضى إلى انتقال الأمراض المعدية إلى الأسرة وزملاء العمل والجمهور في معظم الأحيان. الشركات المصنعة لأدوية البرد والإنفلونزا مكافحة وتنافسية للغاية. لماذا تنفق الأموال على دواء للأمراض الفيروسية والبكتيرية؟ لماذا تنفق مزيدا من الأموال لدخول المستشفى في حالات الإصابة الشديدة؟ لماذا تنفق مزيدا من الأموال لمعالجة الآثار الضارة للعقاقير الاصطناعية على الأنسجة وأعضاء الجسم؟ عندما يمكنك إنفاق مبلغ أقل مع التدخل الوقائي. ستحدث إحدى الشركات اضطرابا في السوق عن طريق تغيير عقلية الأشخاص فيما يتعلق بالأمراض المعدية. باشرت شركة AIM Global هذا التحدي عن طريق طرح منتجات متقدمة في مجال الرعاية الوقائية وإطلاق قسم AIM Global على الإنترنت AIM World. يعد أحدث منتج متقدم من AIM World فئة جديدة من نوعه، صاغه الطبيب iProtect 24/7، منتج حماية ذاتية متنقل مضاد للبكتيريا والفيروسات وحاصل على 3 براءات اختراع، وتم تصنيعه في الولايات المتحدة. تكنولوجيا يابانية مدعومة ببحوث مختبرية وسريرية لمدة 30 عاما. يأتي منتج iProtect 24/7 في قلادة حاملة مصممة خصيصا له. تنشئ هذه القلادة عند ارتدائها منطقة خضراء من خلال انبعاث أبخرة غير مرئية في نطاق 1 إلى 2 متر. تتبدد البكتيريا والفيروسات بسرعة عند ملامستها الأبخرة. تستمر هذه الحماية لمدة 60 يوما. iProtect 24/7 تمتع بالحماية وحافظ عليها في كل وقت وكل مكان. ليس هناك شيء يوقف AIM World. سيعالج منتج متقدم آخر ما يتعرض له الكثير من الأشخاص ويشكون منه فيما يتعلق بأوجاع العضلات وآلام الجسم. الأوجاع والآلام التي تدمر يومك حتى قبل أن يبدأ. تبدو متعباً؟ لقد كنت متذمراً في العمل، كنت في حالة من الفوضى. ليس ثمة مكاسب من هذا الألم. هناك شيء جيد، ألا وهو منتج كارليف الجديد، رقعة العلاج الحراري. إنها طبيعية بالكامل وغير مسببة للإدمان، وليس لها أي آثار جانبية. تستخدم تقنية بيونانو المتقدمة في منتج كارليف المصاغ من قبل الطبيب. يعمل مفعوله على المستوى الجزئي. يشتمل منتج كارليف على تركيبة من 9 مكونات طبيعية مدمجة في طبقات دقيقة الصغر. يعمل زيت بذور العنب في لحظة ملامسته للجلد على تفتيح المسام، مما يسمح باختراق ألماس النانو للجلد. تبدأ مكوناته العشبية والمعدنية بعد ذلك في العمل، مما يؤدي إلى نشوء حرارة هادئة في المنطقات المصابة لإزالة الألم. من أجل الحصول على رعاية طبية بالكامل تمنحك علاجا هادئا وفوريا في أي وقت في أي مكان. منتج كيرليف. تحتل شركة AIM Global طليعة عصر جديد في مجال الرعاية الصحية بما أحرزته من حالات التقدم هذه. عصر الحصول على التدخل والرعاية الوقائيين متاح هنا. يستطيع العملاء طلب المنتجات على الإنترنت. ادفع على الإنترنت بواسطة بطاقات الائتمان أو عبر إيجيا باي. يتم تسليم المنتجات من الباب إلى الباب في أكثر من 200 بلد حول العالم. أثبتت شركة AIM Global مصداقيتها واستقرارها بما تمتلكه من رؤى في القيادة، كما هو معترف به من قبل العديد من الهيئات المانحة للجوائز المرموقة في جميع أنحاء العالم.
اجتمع فريق من الخبراء والمهنيين الطبيين من جميع أنحاء العالم لتشكيل المجلس الاستشاري للصحة في AIM World لمنح بنود المنتجات التي نحملها مزيداً من المصداقية والنزاهة والقيمة. نحن نعتقد أن أعمالاً عظيمة ستلي هذه المنتجات الرائعة. تسرع شركة AIM Global في التوسع الهائل في مزيد من البلدان مع مزيد من المنتجات المتقدمة وخطة رئيسية مؤثرة للتسويق والتوزيع. كل هذا لجلب المزيد من الفرص لكسب، لتحقيق أحلام كبيرة لمستقبل أكثر إشراقاً. المستقبل هنا. هذا هو مستقبلك.